سيمين دو غيف متاع هدى باش تبدا اليوم في الريجنسي تونس اوتيل، لكن لسوء الحظ باش تعدي ليلى برك في السويت في السانك اتوال اللي خلى لي كانديدات نتاعنا يعيشوا حلمه. بسبب الكونفينمون تلازينا ان نروحوا بهدى لدارها من غدوه ونقصوا على التصوير معاها، محافظه عليها علينا وعلى بقيه لي بارتنير في السر اللي فيك. وما نجمنا نرجعوا كان بعد ما بدات تتعدى الازمه ونقص الخطر. بعد شهرين وبعد ما رجعت الحياة تقريباً عادية مع احترام القواعد الصحية بالطبيعة، رجعنا مع هدى باش تكمل حلمتها معنا اليوم في واحد من لي ماجازان أشقة وين لي نورم الكل تم احترامهم في أدق التفاصيل. باش يختار زياد التابع للبيورو دو ستيل أشقة ديتونو يمشيو مع الكانديدات متاعنا. كوليكسيون جديدة بألوان وديكوب تندانس باش يستغلهم زياد باش يبدل الكانديدات متاعنا، وزيد باش يعلمها تلبس حاجات ما كانتش تتجرأ تلبسهم بسبب الزون دو كونفور اللي حبست فيها روحها. اكسبسيونيلمون الجمعه هذه عملت دوره وحدك في المجازان، دونك بيان سور كيما العاده تعرف المورفولوجي نتاع الكانديدات نتاعنا اللي هي هدى، دونك عرفت شنو هما الحاجات اللي يمشيو مع بدنها، عملت انت اون سيليكسيون، دونك اليوم جوست نفسروا لها ليها هي والعباد اللي يتفرجوا فينا ونقولوا لها شنو هي المورفولوجي نتاعها ونبداو بيان سور نقيسوا لي زارتيكل نتاعنا ولي تونيو نتاعنا. نبداو دونك جوست مدام هدى كان هكا تقف هكا، دونك كيما قاعدين نشوفوا مروه بنفس العرض نتاع اكتافك قدم نتاع الكونت نتاعك، مي باغ كونتر قاعدين نشوفوا في التور دو تاي. اوكي سي فري عندنا شويه كرش بدينا برشا نحيو فيها، مي كوميم سي لا مورفولوجي اون 8، وكي نقولوا سي لا مورفولوجي اون 8 معناها بلوز او موا اكثر مورفولوجي عندها ديزافونتاج بارابور على لي مورفولوجي الاخرين الكل. اون كيستيون زيد، اسكو معناتها لي زافونتاج نتاع المورفولوجي اون 8 وتبدا ضعيفه هما بيدهم وكي تبدا معناتها جينيروس؟ فهمتك، دونك براتيكمون هوني كي نحكيو فما بوا زايد ولا باغ اكزومبل تبدا مورفولوجي اون 8 ياسر ضعيفه على خاطر كي نقولوا 8 نحن عندنا لي لين اللي نقيسوا بهم مروه نحاولوا بلوز وما فما حاجات مش نبعدوا عليهم على الاخر، مي دو بريفيرونس ا ايفيتي. دونك نمشيو الاول سيليكسيون مدام هدى. صحة ديك صحة عايشك بي جوست خلينا نعمل لك شويه هكيك الغوب ساعه من بعيد من بعيد هلا جوست نطلعوا هذا شويه أعطيني يدك سمحني نهبطوا شوية من القدام زيادة جوا. إيه بس فوالا نحن هوني مروة أنا مونتي جوست لا سانتور شوية بيسك مدام هدى عندها شوية كرش، دونك هكيكا بلوز أو موان بور كريي ليلوزيون اللي هما سو سون ديفو بلي ولا هذاك تو سكي بليسي باش نضيعوا شوية الفوليوم الزايدة اللي من القدام. دونك وزادة كيف كيف أنا مونتي معناها لا سانتور أون الفوخ على خاطر نقولوا نحن معناها نحن نعرفوا اللي الباز نتاع لا مورفولوجي أون 8 هو سي بور أكسونتوي جور لا ليني دو لا تاي. دونك هوني أنا أوبتي بور أون روب إمبريمي شين أفيك أفيك لو ديتاي دو لا سانتور قاعدين نشوفوا زادة كيف كيف في الباد دو بوتوناج اللي هي توصل بلوز او موا حتى ليني دو لا تاي لونغور نتاعها جو تروف كو سا تو فا مدام هدى اون بلوس سي براتيك سي بو تنجم تمشي تخدم بيها. بلوس لا كومبينيزون نتاع لي دو كولور نتاع الدوغي شويه اصفر بيج ومع البلو ياسر محلاها. Ouais, c'est pas difficile vraiment à combiner. Là, je me dis des accessoires. On est à Hatali les petites amies, on est au col. Hajet Monsieur s'est chargé. Alors, tu as déjà regardé une chose. Choix à femme charge pour les imprimer. Ou c'est la lapsine assez. Elle m'a tapé surtout. Là, je te le dis à ma colle. تحسها تبرد وتحسها نتاع تمشي بها للدار تنجم تمشي بها تخرج في العشيه تعمل قهوه براتيك. انت قلت لي حبيت تبدا بالغوز، علاش بدينا بالغوب هوني؟ دونك باش نعطيها بلوز وما اللي اسهل لي زوبسيون من بعد نبداو نصعبوا عليها بشوي بشوي. نمشيو للوك الثاني اللي هنا توا باش نعطيها الغوز مروه على خاطرك. مانيفيك صحة عايشك ديك صحة
دونك هوني مروة لا كولور الغوز الفوشيا اللي قاعدين نشوفوا فيها اكثر حاجه كي هكا ابالوي اكزاكتومون دونك هوني التايور اون اوبتي بور ان تايور بين avec معناها هكا دي توش دكتواليتي قاعدين نشوفوا ديجا في الكول قاعدين نشوفوا في لي بوش بلاكي في لي كوتي قاعدين نشوفوا لا كولور سورتو اهم حاجه معناها انا جو تروف حابين بلوز او موان نقولوا اللي راهو اوكي معناها لي كلاسيك نتاعنا revisité par rapport à les détails internes qui m'ont connu des touches d'actualité. La couleur, il y en a, je trouve, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien. La chemise, bien sûr, que des claques, qui fait juste un peu de la choix. Par contre, je suis madame qui a un peu de veste ou de bassa. Donc, je trouve que plus ou moins, c'est un look pratique. Il y a un peu de surtout la couleur, elle est rose. Il y a un peu de choix de retour, elle est saison heavy, elle est rose. Mais je me le dis, stylé, elle est rose avec des baskets en blanc. On peut essayer. Je me le dis, juste le fait de mettre ma chemise, je me le dis, des baskets ou des t-shirts. Justement, mais elle est avec un arc à la bnet, sgar, les 20, 17, 23. لي مازال حتى في الليسي لوكي ياسر محلات نجم تلبس عليه تيشيرت فيه انيمي يبدا فوالا ومعاه دي باسكيت ياسر محلاه ستيل تحسه فخي و او ميم طون ان و لا كولور زاد اللي تري امبوزون على مود اكزاكتومون على مود حتى انت تنجم تلبس راهو نجم تلبسو افيك دي باسكيت il faut oser كي نقولوا رولوكينغ بالحق il faut changer انت تايور ما نصورش كان ما عندكش اون فيست معناها في الدار مي جوست ريت لا كولور وحدها تنجم تعمل فرق ياسر كبير لا شوميز بلونج زاد كيف كيف اتس ماست هاف معناها ما فيهاش ياسر هكا دو ديتاي ولا حتى شيء تنجم تلبسها على كل شيء دونك فوالا من بعد تايور الغوز نمشيو جوست للسيليكسيون اللي من بعد يلا نمشيو للسيليكسيون دونك فوالا أعطينا رأيك عاد من قبيلة راك تلبس جي قدام المراية ما تعطيناش في رأيك كلهم عجبوني وحليها أنا حسيتها شوف حاجة تنسى الأخرى زينين الكل والله الكلهم ويتين تعرف وحسيت الروبا ياسر هذيا الفورم كاشكور ياسر حطت لها بدنا اون فالور هكا وكتافها سورتو اكزاكتومون ومحلاها ويتيتها حتى كي خرجت تحسها مرتاحه فيها بالكدا نون سولمون كيما قلت انت كاشكور قاعدين نشوفوا في ديتايز هذا كيف نتاع لي مونش معناها رافلز ولا فولونيت دونك بلوز اوموان الموفمون اللي تعطيها تعرض شويه لكتاف وتعطي موفمون ياسر مزيان كيف زاد معناها مع الكوب كاشكور قاعدين نشوفوا في لي جو دي ليني كيفاش بلوز او موان بور اكسونتوي اكثر لا ليني دو لا تاي اللي قاعدين نزوز ماشيين نفس بوان دونك اون باز اذا كيف قاعدين نشوفوا ليجيرمون ديجا ايفازي البا لونغور زاد ميدي نحس اللي ساتو باغ على الاخر مدام مع الموفمون سوبور ديجا بلوز او موان اللي فخواسي كي تشوفهم من بعيد اون ديري بليسي مي زاد كيف سا معناها سي لا نوفيل توندونس معناها تو سكي بليسي تو سكي فخواسي دونك افيك لا سانتور زاد كيف باغ كونتخ نجمو جوست نطلعو شويه كيما قلنا بكري فوالا هكيكا مش بور كاموفلي نجبدو هكا شويه هذاك القدام فوالا ميرسي بور شويه كي كنضيعو كيما قلنا مره بور كخي ليليزيون اللي باش ما تظهرش عندنا شويه كرش Sinon, c'est kiff comme tu as dit, Marwa, le cache-corps, qui fait plus ou moins pour dégager le cou. Au final, Marwa, je vais vous parler un peu de notre look final. Je vais vous parler look final. Je vais vous parler de l'autre final. Merci beaucoup, madame. Merci, beaucoup. Houda Lakdima, qui est en t-shirt et jean, qui est en HA, qui est en Barsha, qui est en féminine et en. ديريكسيون المروج مروه وهدى باش يمشيو لكابينيت دكتور براهمي وين عندنا اليوم فيزيت دو كونترول وبالطبيعه لهنا زاده الوقايه والحمايه لازمين بونجور دكتور شحويلك عسلامه مرحبا عليك عايشلك اليوم هنا عاملين مسافه امان ماخذين الاحتياطات اللازمه ما جينا كوميم ان شاء الله ان شاء الله نكونوا واعيين الناس الكل الحاله اللي فيها البلاد لاباس لاباس قد ربي الحمد لله اليوم شو نشوفوا ونصلى مع هدى اي نورمالمون هي اول حاجه تشكيت منها كانت الدقنونه نتاعها نقولوا احنا المونطون شويه لي غيد لي تاج في وجهها خدمنا باش نحسنوا لو ماكسيموم وان شاء الله نواصلوا من بعد ان شاء الله بربي مش باش نوقفوا هدى اللي مازال نكملوه من بعد الحلقه ان شاء الله باهي تحب نوريكم شويه شنو عملنا اي بيان سور باش نمشي نلبس دي غون ونرجع نوريكم شويه نحيلها شويه الماسك نستسمحكم شويه بركه اي داكوغ اوكي ما يصيرش
الوغ هدي حسن لها في المونطون كانت باكرو كي نعمل هكا برشا دونك حاولنا طلقناه شويه عملنا كومبليمون دي ليفر حسن لها في لي ريد نتاعها ومازلت لنا شويه خدمه بالنسبه للتاج هذا بدينا دو سيونس لا ثوازيام ان شاء الله تكون بعد الحصه باهي وزدنا حزينا لها شويه في الدوبل مونطون عملنا بتي كومبليمون لهنا ديزون دي دو كوتي باش حسننا في الدوبل مونطون من اللوطه وعنا دي سوان باش نعملوهم عملنا لي سوان هذيك كل شهر شهر ونص باش تجي بحذانا تقعد ترجع تعمل لي سوان بالنسبه للتكستور نتاع الجلده نتاعها هذيك مفر منها خاطر عندها بوكو تاش وعندها الكاليتي نتاع البو نتاعها تخي زابيمي تخي بيان مي لاتا نتقابلوا في سونتر بادي لاب باش نشوفوا اسكو نقصت في الميزان ولا لا هكاكا ان شاء الله اما هي اون فيت ما عندهاش مشكله في الميزان عندها جوست تحب تنحي الكرش اكثر من بلايص اخرين هكا ولا هدي في ماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب المروج عدت هدى برشا وقت بين لي سوان و سبور وعملت دي كونترول و دي سويفي باش خلطنا تقريبا للي حبت عليه برغم ضيق الوقت وصلنا لوبجيكتيف نتاعنا لو بلوز امبورطون ولا لا دونك هدى تحسنت برشا عملت مجهود لي بارامتر نتاعها براتيكمون كل تحسنوا زدت شويه اجتهاد باش نخدموا لها شويه الكرش ان شاء الله بقدر ربي يتواصل معنا هكاك داكور اوكي معناتها من الرجيم قداش نقصنا من نقصنا حكيت 8 كيلو اي باهيين 8 كيلو شبيهم باهيين بالكدا 8 كيلو اي ما كانوا كل متمركزين في كرشها تقريبا اي شفتو كي تشوفها واقفه معناتها ولا توا قاعده تبارك الله معناتها بدنها تحس ومش ما تحسيش زايده توا باش نكملوا في الاكتيفيتي باش نعملوا لها بروجرام تاع المانتنونس خاطر مش فايده في انك تخسر الميزان لازمك نواصلوا كيف نقولوا احنا ستابيليزاسيون تاع الميزان هذاك باش ما تعاودش ترجع للميزان اللي كانت عليه قبل اهم نقطه انها تواصل معنا باهي داكور اوكي ميرسي بوكو دكتور عايشك يعيشك وبما ان في ماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب المروج باش تستغل دكتور ابراهيم الفرصه باش تعمل سواي يزيد يعاون البشره تفتح وننقصوا بها زاده من ليتاج ويعطينا ان كو ديكلا السواي هذا هو لا فوتو ريجوفيناسيون اللي يعمل ستيمولاسيون للخلايا في الجلده ويخليها تتجدد الوغ دكتور اللي وصلنا كمان سيونس نتاع الفوتو ريجوفيناسيون كيما تعرف مروه هدى عندها بروبليم دو تاش اسي بروفوند عملنا لها دو تي سي ا عملت اون بتيت ايرور هي مي سي با بروتيجي كوريكتومون دونك باش تطول لنا شويه في التريتمون دي تاش نتاعها ما حطتش شكرا دونك يورا دوتر سيونس دو تريتمون دي بيلينغ سوبرفيسييل افيك دو لا فوتو ريجوفيناسيون وباش نعاونوها برشا بالليكرون ودي كريم بور لو تريتمون جورنالي هو نورمال العاد يقول انه وقت اللي نخرجوا في الشتاء ولا في الصيف نحطوا ايكران فما بالك ندو عاملين تي سي اي دونك لازمنا نعملوا دوبل ايكران ونعسوا على رواحنا حتى شابو حتى شابو ربي يهديك يا هدى ربي يهديك مع تبيبتك ما تخافش ان شاء الله بقدرة ربي نحيوهم للتاش الكل ميرسي بوكو دكتور نخليها هنا تنحي لي لونيت وانت زده ونستناها لبرا اي يفضلك ميرسي بوكو عايشك L'adresse incontournable في سكرة وين نلقاو la qualité, la sérénité و service هي أكويا لهنا الكونسيكراسيون تاع خدمة كبيرة صارت مع هدى Bonjour مرحبا عايشك Alors جيت أنا هدى اليوم باش نبدلو لها لوك دونك دونك فوالا مرحبا بك للا عايشك إن شاء الله تخرج كان فرحانة من هنا ومرحبا بكم في أكويا لسكرة يفضلك عايشك تفضل عايشك من أكويا وين المرأة تلقى لهوة ياسر سبيسيال وتحس روحها يونيك هدى باش تخرج مرأة أخرى الوغ هدى ماهيش مستانسة تقد توفرها على خاطر خدمتها ما تنجمش معناتها توفر طويل ديما تلبس لي كون دونك تستخدم براتيك فوالا سي با براتيك بوغ إل دونك هذيك علاش اليوم حبوا نبدلوا لها حبوا نعملوا لها حاجة مزيانة ننفوهم بيان سور ونعملوا فورمة اللي تنجم تخدم بهم وكولور بيان سور زادة كيف كيف مزيانة كما شهيتها هي ترى نشوفو بيه دونك باش نعملو ان سوان بور لي زونغل معناها ان سوان اكويا نعملو فيرني بيرمانون بويسكو هي ايد سوانيونت ما تحبش لونغور معناها في خدمتها وكل شيء دونك يبداو افي معناتها بروبر ومزيانين وكل باهي اوكي داكوغ نبداو مليك اوكي نبداو ميرسي خدمة وقضية وقلة لهوة هذوما الكل خلاو يدين هدى يظهروا تاعبينهم هاملين وليدين كيف الوجه وكيف كل شيء لازمتهم اللهوة وفي الباغاونغ أكويا باش تعمل هدى سوان ليديها وظوافرها
بسبب خدمتها في مجال الصحة ما نجموش نركبو لها كابسول وإلا نعملو لها جيل أن بودر. هذاك علاش باش تعمل الكانديدات متاعنا فيرني بيرمانون في نيود اللي تنجم تخدم بيه وتخرج بيه من غير قلق. وقديش اللهوة تنجم تبدل اليدين اللي يظهروا أنظف وأفين. إنيس بعد ديكنوستيك اللي عملناه لشعر هدين نورمالمون باش نعملو لها سوان بريزيلين بلو أوت هكا ولا؟ اللي هو ستان سوان. C'est un soin lissant, mais il n'y a pas de lien avec le lissage brésilien. D'accord, donc ouais. Mahouche, la kératine, la protéine, et les chouffons dans des centres d'autres. D'ailleurs, le Brésilien Blowout, on le trouve en exclusivité dans les salons à Koya. C'est ça, oui. C'est ça. Le produit est à base d'acide aminé, nourrissant, hydratant. Il fait l'effet de la chair est plus ou moins dimanche naturel. D'accord. Donc, la chair ne perd pas le volume. Ne perd pas le volume. Mais le résultat, la chair ne perd pas les cheveux. Tu ou les cheveux là-bas. Ah, j'ai bien. Donc, il y a dimanche la chair naturelle, même après le lissage. Mais c'est pas le lissage brésilien. Donc, qui me connaît fait maintenant. Donc, c'est un soin. Il consiste essentiellement à hydrater les cheveux en profondeur. Donc, la chair t'hydrate belgdé. Il permet aussi de redonner de l'éclat ou de la brillance les cheveux. هكا ولا دونك عندنا شعر يلمع مزيان فيه بريونس فيه لقه و او ميم طون مش شعر ابلاتي وي ابلاتي اوكي الصوان تاعنا يبقى حتى لاربع شهور حتى من بعد كي يخرجوا لي غاسين جدد ما نحسوش اللي فما ديماركاسيون كبيره برشا دونك ما يبداش ظاهر بين لي غاسين اللي طلعوا جدد واللي شوفو تريتي على خاطر هي الشعر ما فقدتش الفوليوم تاعها داكور كي باش يخرج شعر جديد ماكش باش تحس بكونه فما كونتراست كبير ولا حاجه. دونك الصوان هذا باش يسهل لنا حياه هدي. نورمالمون. ان شاء الله في قدرة ربي انا ما نصدق الا ما نشوف. داكور. نبداو. مرحبا. ليكسكلوزيفيتي اللي ما نلقاوها كان في اكويا واللي تمثل ريفوليسيون في عالم لي سوان تاع الشعر. برازيليان بلو اوت. جام كاملة ديفلوبي سبيسيالمون للشعر المترشق التاعب المحروق الشايح وحتى للشعر الأحرش والمجعد عكس لي برودوي الاخرين البرازيليان بلو اوت ما يلبتش الشعر ويظهر ضعيف وبلاش فوليوم بالعكس الشعر يظهر غزير اكثر يلمع وكله فيتاليتي نبداو من الاول بابليكاسيون تاع برودوي في الباك شامبوان في مرحله ثانيه ابليكاسيون تاع برودوي على الشعر الكل ميش بار ميش دوب ما تكمل الابليكاسيون بتاع البرازيليان بلو اوت يشيح الشعر الكل اللي بدا يتبدل الشعر يخدموه توا في اكويا بالفيغاليسي خاصية البرازيليان بلو اوت هو كونه يرتب الشعر صحيح اما يعطيها زادة لقة سوبلاس وفوليوم نغسلو الشعر بالقدا بالبرودوي الثالث من نفس القام المتكاملة برازيليان بلو اوت الفرق ظاهر برشا في شعر هدى قبل وبعد لسوان ليسان وإدغاتان برازيليان بلو اوت الشعر يظهر يلمع إدغاتي وسوبل برشا وبما أنه البرازيليان بلو اوت يغذي ويقوي الشعر نجمو من غير ريسك نختمو بعده لكولوراسيون مع الكولوريست أكويا مقتنعين الناس الكل اللي شعر هدى الجري سيلفر هو لون ياسر مواتيها وياسر تندانس ويعطيها لوك أوريجينال برشا اللون هذا باش يزيدوه في أكويا كلكو ماش غامقين في لي بوانت أما من القدام باش يقعد لون شعرها الناتوريل وهكا يولي عنا كونتراست مزيان ويزيد يضوى وجه هدى الكوب ان كاري مزيان توندونس ويزيد يحلي وجه هدى وينقص من عرض المشواغ متاعها هدى شقالك في شعرك ياسر عجبني شنو ياسر عجبني نبداو بالسوان ولا نبداو بالكولور الزوز عجبوك الزوز باهي خلينا نفسرلك شنو عملنا بالضبط بتو دومينيك وليكيب اكويا دونك بدينا بالبريزيلين بلو اوت عملنا لك لو سوان ليسان هيدراتون ان ميم تون هذاك علاش تحس في شعرك هيدراتي تحس اون فيت تحس اون ديغي شعرك ناتوريل تقولش عليه شعرك ما عملت له حتى شيء تحس لي بوانت زاده بون سي فري كو قاسينا مي ما نشوفوش في افي نتاع ليساج وذاك علاش قبيله قلنا
un soin lissant hydratant. Donc coloration, Dominique a mis quelques mèches foncées à la tour de Charak ou خليه القديم يفتح شاتك lumière que tu شوف تبارك الله لون عينيك ظهر حسيت وصغرك ولا هكا عطاك هكا نعرفش هكا تفرشيكا فوالا صحه المهم عجبك احنا فرحانين عجبني برشا وفرحت بيه برشا يسر عجبني ما عادش توا لا شادين لا تقول عندك علاش نتا تسبب توا لا كاليتي تحسنت لا عجبني برشا مزيانه وفرحت ياسر كي قعدنا اول مره وقلت لي ما نحبش نبدل في لونه خاطر خفت قلت خساره تخسر لون شعرك معناتها ياسر مزيان وكهو صح تعالش كاتك الصحه هدى امراه اول ما قابلناها كانت فاقده للضحكه وللفرحه وكانت طاغيه عليها غمامه متاع حزن كبير لفقدانها لعشير عمرها وحب حياتها عام 2018 حاولنا وما زلنا نحاولوا نفرحوها قد ما نقدروا ونرجعوها كيف ما تمنيوا بناتها وخاصه بنتها غفران حكينا المدام ليلى على حكايه هدى وحابه تختار لها اليوم في ستراس فودريس في المنزه 5 احلى ما عندها باش ترجع الكانديدات متاعنا تعشق روحها وتحبها وتحاول تقدم في حياتها بامل اكبر شوا صعيب في ستراس فودريس على خاطر لي موديل متاع لي غوب دو سواري والا دو كوكتيل وحتى دو ماري ياسر كبير دي موديل يمشيو مع لي كران تاي مع لي تاي صغار كيف هدى الروبه اللي باش نختاروها مع مدام ليلى ستراس فودريس باش نكتشفوها مع بنات هدى في اخر مغامرتها معنا في السر اللي فيك